اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، هكذا أكثر من 22 مليون يمني في حاجة أطفالنا بلا حق. يلا نوفر لقمة عيشنا. قتلوا أطفالنا بلا حق، معملوا بهم، حاربوهم عيالنا، حاربوهم الأطفال، ماتوا من العطش. يلعبوا بأمان الله. لا تستجعوا، لا تستجعوا. الناس تموت من المكرفس، من الطنط، من الكوليرا. اتقوا الله يجعلكم تستجعنا. تضاربوا على الكراسي، تتقاتلوا على إيش؟ اتقوا الله على المناصب، على الكراسي. فلسطين حربي أوقف، قتلوا لعنة وانا عنا. ملينا من هذا الوضع يا أهل السعامة، خافوا حساب ربنا يوم القيامة، خلونا بس نعيش عيش بكرامة، خلونا بس نعيش عيش بكرامة. كل العوالم عايشة بنا وتعمير، وإحنا سنين وسنين حروب وتدمير، نتمنى لو بس الوطن يصبح على السفينة.